عبد الكريم يسأل عن الفارق الزمني، يعني ما المعتبر أو ما الحد الأدنى في الفارق الزمني بين غسل عضو وعضو، بمعنى لو أن الإنسان غسل نصف أعضائه ثم أتى ما يشغله وانصرف وأراد العودة مرة أخرى لاستئناف الوضوء، كم المدة الزمنية في هذا الشيء؟ نعم، المسألة في أصلها نزاع في الحقيقة، وهي من مسائل الاجتهاد المحض، فلا الحقيقة يعني يشدد فيها في هذه المسألة. يعني مثلا الشافعية و الحنفية رحمة الله تعالى عليهم يرون أن هذه الموالاة أنها مستحبة، فمهما جف العضو أو طال الفصل فإنه يتوضأ في أي وقت، هي عبادة وتقبل التجزئة، ولا دليل على وجود هذا التركيب. وأيضا القول مختلف فيه عند الحنابلة، عند المالكية والحنابلة. نعم، يعني فهناك من يرى من المالكية أنه إذا أن الجفاف ليس معتبرا، جفاف العضو، هذا قول عند المذهبين. فالمسألة تستطيع أن تقول باتفاق أن الجفاف ليس معتبرا عند الأئمة الأربعة، على اختلاف في بعض الروايات نفس الجفاف، هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان واختلاف الرطوبة والبرد والحر وأسباب تبخر الماء، ولكن هم قالوا بما يعد وقتا طويلا عرفا فقط، وهذا يفحش ويصغر عند الناس بحسب أيضا اختلاف الأحوال. نعم. والقول الآخر هو الحقيقة أقعد وأضبط. نعم. الذي لم يعتبر هذه المسألة، وفي قصة صاحب اللمعة الذي ترك موضع اللمعة لم يصبه الماء، في بعض ألفاظه ودلالاته كلام، يعني الأئمة لم يخالفوا هذا إلا لمعان معتبرة، فالمسألة فيها خلاف الحقيقة. ولكن إذا أراد أن يحتاط ويخرج من هذا الخلاف أن يعتبر المدة القريبة عرفا، مثل الدقيقتين والثلاث تقريبا، فيعيد الوضوء احتياطا وليس على وجه الوجوب، هذا هو الأولى في هذه الحال، والله أعلم. نعم، شكر الله لكم.